إذاعة سلطنة عمان تقدم. إن الاهتمام بالعلوم المتعلقة بالتاريخ والتراث يعطينا صورة شاملة عن حياة الإنسان منذ القدم، وعليه فإن معرفة هذه العلوم مجتمعة يؤثر بطريقة أو بأخرى في وعي الفرد. ظل الذاكرة. ظل الذاكرة برنامج يسبر أغوار المعرفة ويغوص في الزمن، يفسر الظواهر ويحلل المواقف. ظل الذاكرة. إعداد وتقديم يونس بن جميل النعماني. يشاركه الإعداد سيف بن عدي المسكري. إخراج منى بن سالم المسلمية. ظل الذاكرة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج ظل الذاكرة. مستمعينا، يقول ضيفنا لهذا اليوم أن التحقيق اليوم بحاجة إلى أن يتأسس حقلا معرفيا، ليس من باب الترف ولا من باب تحويل الوسائل إلى مقاصد، ولكن من باب إشكاليات النصوص التي لا تنتهي، وإن مقاربات هذه الإشكاليات يمكن أن تتعدد وأن تتفاضل. لقد تضخم عدد الكتب المؤلفة في التحقيق، لكن أساسها التي قامت عليه كان كما رأيت هو التعليم للعلم. مستمعين الأعزاء، في هذه الحلقة نناقش موضوع تحقيق النصوص، إشكالية المصطلح وثنائية التعامل مع النص، مع ضيفنا العزيز الدكتور فيصل الحفيان. الدكتور فيصل الحفيان هو مدير معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهو أيضا مدير مكلف في معهد البحوث والدراسات العربية، حاصل على دكتوراه في اللغويات بتقدير امتياز بإجماع آراء لجنة مناقشة والحكم من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وهو المدير المسؤول ورئيس تحرير مجلة معهد المخطوطات العربية، وهي مجلة علمية نصف سنوية محكمة، وكذلك المدير المسؤول ورئيس تحرير دورية مجلة المخطوطات الثقافية، وهي مجلة ثقافية نصف سنوية تصدر عن معهد المخطوطات العربية، والمدير المسؤول ورئيس تحرير دورية المخطوطات الإخبارية، وهي مجلة إخبارية فصلية تعنى بتنسيق الجهود القائمة حول تحقيق التراث ونشره وتصدر عن معهد المخطوطات العربية. كذلك هو المشرف العلمي على قسم البحوث والدراسات التاريخية، علم المخطوطات وتحقيق النصوص بمعهد البحوث والدراسات العربية، وهو المشرف الإداري والعلمي على الموقع الإلكتروني لمعهد المخطوطات العربية. أهلا وسهلا بك دكتور معنا في ظل الذاكرة عبر إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا ومرحبا. نعم دكتور، نبدأ دكتور من المفهوم ونتحدث اليوم عن تحقيق النصوص. ماذا نعني بالتحقيق دكتور، وما الفرق بينه وبين القراءة؟ هل التحقيق هو قراءة من نوع آخر؟ التحقيق هو الهدف منه بحسب المفهوم التقليدي هو إخراج النص الصحيح أو النص الذي أراده المؤلف أو كما وضعه صاحبه، هذا هو التحقيق. وهذا المفهوم لا شك أنه قد تطور الآن، يعني أصبح أكثر اتساعا وأكثر عمقا، لأنه كما هو معلوم العلوم تتطور وتتراكم. التحقيق اليوم أصبح مفهوما كليا يبدأ بالتفكير في النص الذي يراد تحقيقه، ولا ينتهي بطباعة هذا النص، لأن هناك أمورا قد تظهر وتؤدي إلى إعادة النظر في التحقيق. نعم. والتحقيق أيضا فيما أرى هو نوع من القراءة. بالمناسبة القراءة هي السلف أو هي المصطلح التاريخي الذي كان في ثقافتنا العربية والإسلامية. نحن نعرف مثلا أن فيما مضى كان طالب العلم أو الذي يريد الحصول على المعرفة
يقرأ على الشيخ في مختلف العلوم والحقول المعرفية التي عرفها تراثنا العربي والإسلام. هذه القراءة هي نوع من الضبط للنص، لكن بعد أن غاب صاحب النص أو صاحب المعرفة أو من أخذ عن صاحب المعرفة بعد أن يغيب، يصبح لا يتبقى لنا سوى الأوراق التي تركها هذا المؤلف أو هذا العالم. نعم. هذه الأوراق هي التي أصبح التعامل معها أو مقاربتها هي التي أصبحت يصطلح عليها اليوم بمصطلح التحقيق. لذلك نحن نرى أن هناك ربطا وإن لم يكن ظاهرا بين مصطلحين، مصطلح القراءة ومصطلح التحقيق. جميل. لكن المشكلة أن القراءة اليوم أصبحت هي أكثر الألفاظ دورانا في عالم الأدب والنقد وحتى الفلسفة والدراسات المختلفة، وهي أصبحت جزءا من مفهوم الحداثة أو ما بعد الحداثة. القراءة اليوم هي تحمل كل هذه الظلال، ولذلك نحن يعني نريد أن نقول إن هناك فرقا أساسيا بين القراءة بالمفهوم الحداثي والقراءة بالمفهوم التراثي العربي والإسلامي. القراءة بالمفهوم التراثي العربي والإسلامي هي قراءة عاقلة، قراءة منضبطة، قراءة تريد أو تتغيى أو تقصد إلى إخراج النص كما أراده مؤلفه وخدمة هذا النص. إنما القراءة اليوم، القراءة بالمفهوم الحداثي، هي قراءة أخرى ترتبط بالقارئ أكثر مما ترتبط بالنص. هذه العلاقة الإشكالية هي التي نريد أن نضعها في حسباننا ونحن نتعامل مع المفهومين. القراءة بالمفهوم التراثي هي تسعى إلى ضبط ألفاظ النص، إنما القراءة بالمفهوم الحداثي هي غرضها مختلف، أحيانا تنفصل أو تحدث قطيعة مع النص، قطيعة لأن القارئ ينشئ نصا آخر لا علاقة له ربما بالنص الأساسي الذي هو محل القراءة. جميل. نعم. دكتور، أيضا في يعني في أحد دراساتك قلت أن التحقيق لابد أن يتأسس حقلا معرفيا، وأيضا كتب التحقيق ركزت على التعليم لا على العلم كما قلنا في المقدمة. حدثنا. نعم. دكتور عن هذه النقطة بالتفصيل، خاصة. نعم. يعني التعريف الذي أتى به الدكتور عبد السلام محمد هارون. نعم. التحقيق، كتب التحقيق اليوم أصبحت بالعشرات وربما بالمئات، مئات الكتب التي تتكلم في نظرية التحقيق والبحوث التي تتناول هذه الصنعة والعلم إذا ما شئنا الدقة في التعبير. لكن للأسف كل هذه الكتب إنما تدور في فلك واحد، فلك الاستنساخ والنقل من السابق. يعني أريد أن أقول إن كتب التحقيق أو كتب نظرية التحقيق لم تعد تعالج إشكاليات هذه الصنعة وإشكاليات هذه المعرفة المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في التعامل مع النصوص القديمة. ولذلك أصبحت تقريبا كل الكتب التي تتعامل مع التي تكتب في هذا الموضوع إنما كما قلت تستنسخ الكتب السابقة. كلما كلف أستاذ ما بتدريس مادة تحقيق النصوص ألف كتابا جديدا، لكنه في الحقيقة لا يخرج لا في جوهره ولا في منهجه ولا في مادته عن الكتب السابقة التي ألفها، هو يعيد الصياغة فقط. وعلى الرغم من أن هناك إشكاليات كثيرة لابد من معالجتها حتى تتحول هذه الصنعة أو الإجراءات التي تقوم عليها الصنعة إلى معرفة وتتراكم وتحقق تلك النهضة في مقاربات النصوص، لأن النصوص في جوهرها مطلوب أولا استدعاؤها بصورتها التاريخية، ولكن بالمقابل لابد أيضا
من أن ننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أعلى، هي مرحلة توظيف هذه النصوص والإفادة منها في البناء، بناء العقل الثقافي والتراثي العربي المعاصر. جميل. يعني ونحن نتكلم عن النص أو التراث أيضا، يعني وصف النص بالتراث يذهب به بعيدا دكتور في اتجاه ارتباطه بالزمن، مما يجعله نصا ذا خصوصية في طبيعته المركبة، وأيضا يعني في عدم الإمكان أو إمساك بمظهر لغوي محدد له. دكتور، نريد أن نتحدث عن النص التراثي، يعني ما تعريف عند علماء المخطوطات وعند أيضا البيلوغرافيين وعلماء الدين كذلك؟ نعم، النص التراثي هذا الوصف الذي ننعت به النص، النص في المطلق يحتمل أي شيء، يعني يحتمل نصا معاصرا، نصا ماضيا، نصا تاريخيا، نصا جغرافيا، نصا أدبيا، بحسب الموضوعات. هناك تصنيفات متعددة للنصوص، لكن النص التراثي هذا رأس وحده. لماذا؟ يعني مستقل. لماذا؟ لأنه نص تاريخي، يعني يستوعب كل التقسيمات التي تقسم إليها النصوص اليوم. فالنص التاريخي فيه النص العلمي، فيه النص الأدبي، فيه النص اللغوي، فيه النص الفقهي أو الشرعي، كل الموضوعات يعني موجودة في داخل هذا النص. ولذلك نحن عندما نتكلم عن النص التراثي نقول إنه هذا النص لا يمكن اليوم استيعابه والتعامل معه والإفادة منه وتوظيفه إلا من خلال مقاربة. هذه المقاربة هي التي نسميها مقاربة علمية، هي التي نسميها اليوم مقاربة التحقيق. نعم. مقاربة التحقيق هذه تتطلب في ذلك الذي يقوم بها أن يكون وسيطا بين صاحب النص وبين المتلقي المعاصر. لماذا؟ لأن هذا النص التراثي له خصوصياته المتعددة، خصوصيات في اللغة، في المادة العلمية، في المنهج، في التقاليد التي التقاليد التأليفية، وحتى في تقاليد الإنشاء والصنع. يعني المخطوط ليس هو الكتاب المعاصر، المخطوط هو شيء مختلف، ورقه مختلف، طريقة ترتيبه مختلفة، لغته الخاصة أو مصطلحاته أيضا تحتاج إلى معرفة. كل هذه الأمور تجعل هذا الوسيط الذي نسميه اليوم المحقق يعني الأعباء الملقاة على عاتقه هي أعباء صعبة. ولذلك فنحن نلاحظ أن فكرة التحقيق هذه يقدم عليها كثيرون، يعني كثيرون يظنونها مطية سهلة فيركبونها، ولكنهم لا يستطيعون على الحقيقة أن يقدموا هذه النصوص وفق أو على وفق المنهج العلمي وعلى وفق الأسس التي ينبغي أن تكون عليها هذه المقاربة. ولذلك عدد المحققين الذين حقا هم محققون عددهم قليل، على الرغم من كل ما تقذف به المطابع ودور النشر اليوم من كتب التراث. لذلك بعض الباحثين والمحققين يقولون إن أكثر ما ينشر هو في الحقيقة محتاج إلى إعادة نشر، إعادة نشر من جهة ضبط هذه النصوص، ومن جهة خدمة هذه النصوص، ومن جهة الوفاء بالمهام التي أشرنا إليها في مسألة نقل النص من صورته التاريخية وإلى الصورة المعاصرة، وتقديمها تقديما علميا منهجيا يمكن أن نفيد منه اليوم. جميل. يعني دكتور، نحن نتحدث عن أنواع النصوص كما قلت، يعني النص العلمي والأدبي وكذلك التاريخي. هناك أيضا نصوص مرتبطة باللغة، يعني السردي والوصفي والتحليلي وما إلى ذلك. نعم، هذا في 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 التمظهرات. يعني أنا أشرت قبل قليل إلى أن النصوص تصنف بحسب موضوعاتها، يعني موضوعاتها المعرفية، وهي أيضا تصنف بحسب مظاهرها اللغوية. فهناك النص السردي، هناك النص الوصفي، هناك النص الذي يأخذ
شكل التقرير، شكل المقالة، شكل المسرحية، كل هذه السرديات أو الأنواع من المظاهر اللغوية أو التشكلات اللغوية التي تتبدى من خلالها النصوص. هذه الأشكال جميعا تقريبا كلها موجودة في النص التراثي. خصوصية النص التراثي التي أشرت إليها هي خصوصية ارتباطه بالزمن. عندما يقف الزمن حاجزا أو بينك وبين النص تصبح محتاجا إلى مقاربة علمية، ليست هي مقاربة الدرس التي نعرفها للنصوص الأدبية اللغوية المعاصرة أو المسرحية أو الثقافية إلى آخره، إنما هي مقاربة خاصة تستهدف أول ما تستهدف استعادة هذا النص التاريخي في صورته الأولى التي كان عليها، لأن النصوص التاريخية تتعرض لتبدلات والاعتداءات ولتشوهات وربما تحويرات وتحورات تؤدي إلى اختلالها. هذا الاختلال يجعلها شيئا آخر غير النص أو غير النصوص التي كتبت في الزمن الماضي، وهو ما يستدعي أولا إعادتها إلى صورتها الأولى في مرحلة لاحقة يتم البناء عليها وتوظيفها. جميل. يعني دكتور أنت تكلمت عن تصنيف النص التراثي وأيضا يعني هويته، ولكن نريد أن نتكلم أيضا عن قراءة هذا النص، يعني قراءة بالمعنى اللغوي. أنت تفضلت يعني قلت أن يعني لابد أن نقرأ النص أيضا بالمعنى اللغوي، يعني ينتقل من طور قراءة التوليد إلى طور قراءة آخر مختلف. نعم، هو أي نص سواء كان النص التراثي التاريخي أو النصوص الأخرى، إنما هو في الأصل قراءة. القراءات هذه أنواع، هناك قراءة من خلالها يتولد النص نفسه، لأن النص قبل أن يكون نصا مكتوبا هو نص تخلق في عقل صاحبه. قراءة الكتابة، هناك قراءة التوليد ثم قراءة التقييد التي هي يعني كتابته، انتقاله من عالم الصور الذهنية إلى عالم الحياة أو إلى الكتابة إلى التدوين، هذه قراءة التقييد. ثم تأتي القراءة الثالثة التي هي محور مسألة التحقيق أو هي بيت القصيد في عملية التحقيق، التي هي قراءة التحقيق أو قراءة النقد، التي هي تستهدف كما قلنا إعادة بالنسبة للنص التاريخي، تستهدف إعادة استعادة النص التاريخي في صورته الأولى التي وضعها المؤلف والتي عبر عنها عبد السلام هارون في كتابه تحقيق النصوص ونشرها بإخراج النص كما أراده صاحبه. نعم. هذه القراءة، قراءة التحقيق، نحن جمعنا بهذا المصطلح بين التحقيق المصطلح الحديث والقراءة المصطلح بمفهومه التراثي. هذه القراءة، قراءة التحقيق، هي قراءة خاصة. نعم. يعني ليست هي قراءة خاصة بمعنى أنها مركبة، يعني تتكون من عدد من القراءات التي تمر أو التي يمر بها النص أو تمر على النص من خلال الوسيط أو المحقق لتصل إلى ذروتها بإخراج النص كما أراده صاحبه. هذه القراءات نحن فككناها حتى يمكن استيعاب والتعامل مع المفهوم، مفهوم التحقيق. أولى هذه القراءات هي القراءة الخاصة بالاستكشاف. نعم. أنت عندما تريد تحقيق نص فإن لابد أولا أن تستكشفه لتصل إلى عدة أمور، منها قدرتك على التعامل معه، أهليته يعني هذا النص لأن أبذل جهدا فيه وأن أحققه، مدى صحته التاريخية، هل هو موثق، يعني موثق العنوان، موثق النسبة، يعني كل هذه الاعتبارات
تدخل فيما نسميه بالقراءة الاستكشافية، وهي قراءة عامة، يعني قراءة لا تتوقف عند التفصيلات، إنما تتبين الملامح العامة للنص التي تجعلني كمحقق أو محققا باعتباري محققا أستطيع أن أقرر وأقول إنني سأحقق هذا النص وأخرجه مرة أخرى إلى الوجود. هذه هي القراءة الاستكشافية، هي في جوهرها قراءة توثيقية هدفها الثقة بالنص والثقة بقدرات المحقق في التعامل مع هذا النص، والثقة بجدوى النص وتحقيقه إضافة علمية وتراكم معرفيا نحن بحاجة إليه اليوم. جميل دكتور. بعد القراءة الاستكشافية تأتي القراءة الأخرى التي هي القراءة التوثيقية. بعض التوثيق هذا أو بعض قراءة التوثيق هذه موجودة في قراءة الاستكشاف، لكن عند قراءة التوثيق هذه عندما تستقل فكرة التوثيق بقراءة مستقلة تعني التأكد من العناصر التي أشرنا إليها، العنوان والنسبة والمادة العلمية ومدى ارتباطها بعنوانها وبصاحبها من خلال القرائن والأدلة والنقد أو ما يسمى بالنقد الداخلي للنص، وأيضا النقد الخارجي بالرجوع إلى المصادر والتوثق، لأن الوثيقة التاريخية أو النص اللي هو المخطوط هو عبارة عن وثيقة تاريخية، لأن الوثيقة التاريخية لابد من أن تتضافر عدة عوامل حتى يمكن الثقة بها وبالعناصر الرئيسة التي تجعلني أقدم على تحقيق النص. هذه قراءة التوثيق. ثم تأتي قراءة التحقيق أو ما يمكن تسميته بقراءة النقد، لأن المحقق هو أساسا هو ناقد، لأنه لابد أن يستصحب فكرة الشك في كل ما يقرأ. لماذا؟ لأن هذا النص الذي وصله أولا في الغالب لم يصله بخط مؤلفه، إنما وصلته بخطوط أخرى، بخطوط النساخ. إذن نحن نتعامل في قراءة النقد هذه مع صور النص وليس مع النص نفسه. وعندما يكون التعامل مع صور النص أو مع تجلياته التاريخية لابد من الحذر، لأن كل عملية كتابة أو نسخ للنص تعني تحقيق أو إيجاد فرص جديدة للخطأ والتصحيف والتحريف والوهم والاضطراب والتقديم والتأخير. كل هذه الأمور والعيوب التي تتعاور على النص وتصيبه لابد من أن تقوم قراءة النقد هذه أو قراءة التحقيق بالمفهوم الضيق من التعامل معها. هذه ثلاث قراءات أساسية، بعضهم يتوقف عندها ويرى الاكتفاء بها، أو يعني يعتبرها أو يعدها هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التحقيق. ولكن الحقيقة إن مفهوم التحقيق كما أشرت في البداية أصبح مفهوما كليا، ولذلك لابد من فكرة خدمة النص، خدمة النص باتجاه القارئ وليس خدمة النص باتجاه صاحب النص، لأن فكرة التحقيق هي شأنها شأن الرسالة الإعلامية. الرسالة الإعلامية لابد فيها من ثلاثة أطراف: مرسل ومرسل إليه ورسالة. في التحقيق نحن أمام النص الذي يواجه الرسالة، ونحن أيضا مع صاحب النص الذي يتطلب منا أن نخرج النص على ما أراده هو أو على ما كان عليه في صورته التاريخية التي أشرنا إليها. ثم هناك المتلقي أو المفيد أو المستفيد الذي يريد أن يستفيد من هذا النص. من هنا تأتي خدمة النص بمعنى تذليل استيعابه، لأن النصوص التاريخية لها لغتها الخاصة التي تتطلب تذليلا، وتحتاج منا إلى أن نهيئها لتكون قريبة، نقربها من القارئ المعاصر الذي قد لا يجيد أو لا يمكنه الاستفادة من هذا
النص. جميل دكتور. القراءة الأخيرة وهذه أيضا أو القراءة الخامسة هي قراءة التي نسميها قراءة التكشيف. قراءة التكشيف هذه النصوص العربية والإسلامية تتسم بطابع معروف عند المتخصصين هو طابع الموسوعية. والموسوعية هذه تجعل الوصول إلى المعرفة أو إلى المعلومة أو إلى ما نريد أن نصل إليه في النص صعبا. من هنا كانت فكرة التكشيف بمعنى وضع هذا النص تحت مجهر شديد الدقة، أستخرج من خلاله عبر الكشافات ما نسميه اليوم الكشافات بالمصطلح الحديث أو الفهارس بالمصطلح القديم، فأستخرج منه أو تلك المفاتيح وأدونها على وفق أنظمة وترتيبات وإجراءات معينة معروفة، بحيث أسهل الوصول إلى المعلومة أو إلى ما يريده الباحث أو إلى ما يند عنه ولا يظن أنه أصلا موجود في النص من خلال هذه الكشافات. باجتماع هذه القراءات جميعا، القراءات الخمسة، يتشكل ما نسميه اليوم التحقيق الذي هو مقاربة علمية في رأينا رفيعة المستوى، لا يصح أن يقدم عليها إلا أولئك الذين تأهلوا وخبروا مآزق النصوص وتعاملوا معها واطلعوا أيضا على تلك الإجراءات التي دونها وكتبها أولئك الذين نظروا لعملية التحقيق والمراحل التي تمر. جميل دكتور، يعني أنا أريد أيضا أن أسألك في هذه النقطة، يعني حديث رائع دكتور معك، لكن يعني أريد أن أسألك عن أدبيات القراءة وآليات، يعني لابد من المحقق أن يعيها حتى يستطيع القيام بها على الوجه المطلوب. أدبيات والآليات التي لابد المحقق أن يعيها حتى يستطيع يعني القيام بالتحقيق على الوجه المطلوب. أهم هذه الأدبيات هي يعني الاطلاع على ذلك الرصيد التاريخي العظيم الذي تشكل في تراثنا فيما يتصل بمسألة التحقيق. نعم. وهو رصيد أخلاقي من جهة وعلمي وإجرائي من جهة أخرى، والفضل في هذا الرصيد في الحقيقة يرجع إلى مجموع العلماء العرب والمسلمين في طرق تعاملهم مع النصوص بمختلف عقولها المعرفية. لكن الجهد الأكبر الذي يعني يستحق التنويه به هو الجهد الذي بذله علماء الحديث، وأنا أقول باستمرار إن علماء الحديث هم أصحاب الفضل الأول في ضبط مسألة التعامل مع النص أو تحقيق النصوص. هم الذين ضبطوا هذه المسألة، وكتب الحديث هي المنجم والمنبع الذي يمكن يعني الإفادة منه بالعودة إليه. لقد وضعوا كل الضوابط التي يمكن اليوم توظيفها في خدمة النصوص التراثية. لكن هذا من ناحية الإجراءات، ومن ناحية الأخلاقيات أو الأدبيات بمعنى الأخلاق، يعني الأخلاقيات النصوص، أخلاقيات التعامل مع النص، فهذه قضية كبيرة جدا، لأن النص التاريخي والتراثي، النص التراثي يعني التاريخي، يحتاج إلى مجموعة من الأخلاقيات التي لا يمكن الاستغناء عنها. لماذا؟ لأن المحقق اليوم هو في الحقيقة طرف غريب على النص وعلى صاحب النص. هو كما قلنا وسيط، والوسيط لابد أن يكون دوره محكوما، دوره مؤسسا، بحيث لا يعتدي على النص، لا يجرح النص، ولا يثرثر أيضا حول النص. هذا الفهم وهذه الرؤية تتطلب منه من المحقق اليوم أن يكون بالدرجة الأولى أمينا. الأمانة هي عصب فكرة التحقيق. هذه الأمانة
لا يمكن التعامل مع النصوص من دونها. لذلك أنا أقول أن النص دائما هو حرم أو أشبه بالحرم. لذلك كانت فكرة التعليقات التي يضعها محقق النص في الحواشي بعيدا عن النص نفسه، فإذا ما اضطر إلى أن يضع شيئا في داخل النص فلا بد أن يضعه في الهامش، يضعه بين معقوفين أو ينبه عليه تنبيها واضحا حتى لا تختلط أنساب المعرفة. نحن لدينا في التراث العربي والإسلامي فكرة الأنساب، ليس بين البشر فحسب وبين الناس فحسب، وإنما أيضا وربما كانت الأهم بين المعرفة، بين أصحاب المعرفة. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه كان يقول نحن أمة السند، المعرفة بالنسبة لنا ليست معرفة معلقة في الهواء، إنما هي معرفة لابد أن ترتبط بأصحابها، وقيمة المعرفة جزء منها مرتبط بنسبتها. وهذا طبعا أساسه القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يعني منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث النبوي تصبح درجته أعلى وتمسك المسلمين به أعلى إذا ما توفرت فيه شروط الصحة والحسن التي تحدث عنها علماء الحديث. نعم دكتور، الحديث ممتع وشايق معك، ولكن للأسف وقت البرنامج انتهى يعني سريعا سبحان الله. سعدت بالحوار معك وشاكر لك قبول هذه الدعوة وهذا الإثراء العلمي. شكرا لك دكتور. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. مع السلامة. أعزائي المستمعين، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الذاكرة، والتي تناولنا فيها موضوع تحقيق النصوص، إشكالية المصطلح وثنائية التعامل مع النص، مع ضيفنا العزيز الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، تقبلوا تحيات فريق العمل. كنت معكم في الإعداد والتقديم يونس النعماني، يشاركني في الإعداد الزميل سيف بن عدي المسكري، وفي الإخراج من المسلمية. إلى اللقاء. كنتم مع ظل الذاكرة، ظل الذاكرة، مع تحيات يونس النعماني ومنى المسلمية. ظل الذاكرة.